نحن نأمل من سيد بلينكين أن يكون قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال الصهيوني وتصديق أكاذيبه. ضوء زيارة السيد وزير الخارجية الأمريكي مجددا للمنطقة، نحن نأمل من سيد بلينكين أن يكون قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال الصهيوني وتصديق أكاذيبه، مما تسبب بمجازر وجرائم حرب ضد أهلنا في غزة غير مسبوقة. كما نأمل أن يكون تركيزه هذه المرة على إنهاء العدوان على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية. في ذات الوقت فإننا نتمنى من الإخوة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية التي ستلتقي بوزير الخارجية الأمريكي التأكيد للإدارة الأمريكية بأن مستقبل منطقتنا واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بقضيتنا الفلسطينية، وأن هذه القضية لا يمكن تجاوزها، فشعبنا الفلسطيني ومقاومة البطلة لن يقبلوا أن يظل هذا الاحتلال البغيض جاثماً على صدورنا، وأن هذه الدماء الزكية التي سالت في آلاف المجازر وهذا الدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمنا ولا استقرارا طالما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.